لك حادثة برضو مع الإذاعي الفنان الموسيقار أستاذ مدحت عاصم. يا أنا يا أخي تملي أجلب المصايب لنفسي وأنا لوحدي كده مليان. هو كان اتجوز السيدة عفاف الرشيدي في محطة الإذاعة الحكومية، فأنا حبيت يعني أكون عشان أنا بزيع في الإذاعة المصرية 4 إذاعات في الشهر، كل إذاعة ب4 جنيه. لما ابتديت ابقى غني بقى، فروحت جايب من عمر افندي أرز دباك، كان وقتها طقم شاي صيني جميل جدا يوغوسلافي، وعملته وعملهولي هما هديه ورحت مقدمه له كده. بصيت لقيت نفسي ما بزيعش. الله، ايه الحكايه؟ رحت قال لي انت جايب لي رشوه، انت فكرك انا بتاع الكلام الفاضي ده عشان تجيب لي؟ يا سيدي ابدا، ده بمناسبه الجواز، بلاش كلام فاضي. من يومين ما عتبتش الاذاعه، يمكن تقريبا سنه ونص اتشردت بقى، رجعت تاني لان كنت باخد مبلغ برضه. يعني مثلا ما اقول لك اسم اليفه بيفكرك بايه؟ بيفكرني بست ام امي. كان الست قاسيه جدا، هي جدتي يعني ام امي حمات ابويا. كانت ست صعبة جدا، وكان داخل في دماغها ان من اسباب وفاة بنتها ابويا، فانا رحت ضحية ابويا في العلا، وانا كنت القاسم الاعظم في شراء الفول للاسرة، وانا اللي كنت انزل اجيب الفول، وقبل الفول ما يوصل البيت يكون متاكل عن طريق اسمعيني اللي شايله يوصل المية يا دوبك، توصل المية تضرب العلقة وصرخ وبعدين تنعل ابويا والحكاية عارفها انا بقى، نتيجة ان انا كل منزل لدرجة انهم بطلوا يبعتوني اجيب فول. وأكل. لا انا اللي بطلت اكل. كنت حبيت اتجوز ونفسي اتجوز واستقر، وابتديت كاسماعيل ياسين، والكلام ده كان سنة تقريبا 38 ب 39، وكنت بشتغل وقتها عند السيدة بيبة عز الدين، وبعدين شفت البنت دي حبيتها، بنت اسمها سعاد، حبيتها جدا 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 جدا، وبعدين كلمتها علشان الجواز ومش الجواز والحاجات دي. البنت رحبت جدا، قالت لي روح لخليل العصرة في اسم الموسكي، هو ظابط هناك، روح قل له على انك عاوز تتجوزني، وهو هيرحب جدا. رحت، قال والله طب نسأل عليك ونشوفك بتاع. اتضح لي اخيرا ان هما الاتنين كانوا مخطوبين لبعض، وهي حبت توريله على انها واحد جالها يتجوزها، بس عن طريقه هو رفض ومعرفش حاجة عن الحكاية. يعني بعتتك لعريسها؟ بعتتني لعريسها علشان تطمنه على انها مطلوبة للجواز، بس يعني خلي بالك.